متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله وأوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم. نبدأ هذه النشرة بآخر صور الأقمار الاصطناعية التي باتت تشير هذه الأقمار الاصطناعية لوجود تشكيلات كبيرة من السحب الرعدية والممطرة فوق مناطق جنوب غرب المملكة خلال الأيام الماضية، يزداد باتساع وباضطراد شدة هذه الغيوم الرعدية فوق مرتفعات أبها وعسير والباحة. وأيضا سنتحدث بعد قليل على امتداد هذه الأمطار الموسمية والرعدية إلى مناطق أكثر اتساعا في مناطق جنوب غرب المملكة. باقي المناطق طبعا سحب متوسطة وعالية غير ممطرة. توقعات النماذج الحاسوبية للأمطار الرعدية اليومية، كما نلاحظ أيضا اليوم في السبت أمطار رعدية متوقعة على مرتفعات أبها ومرتفعات الباحة، وأيضا قد تصل إلى المرتفعات القريبة من مرتفعات الطائف، إضافة إلى المرتفعات المتاخمة للحدود اليمنية، بعض الزخات الخفيفة من الأمطار في المناطق الجنوبية من المملكة. يوم الأحد تستمر هذه الأمطار بالهطول على طول هذه المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية الغربية، تشمل مرتفعات الطائف، ربما غدا مرتفعات الباحة وأبها وعسير، وأيضا مرتفعات متاخمة لجازان. هذه المناطق جميعها متوقع أن تهطل بها أمطارا رعدية بمشيئة الله تعالى. هذه الأمطار بطبيعتها تكون أحيانا غزيرة ومرفقة بتساقط البرد، أيضا بنشاط في سرعة الرياح، وتؤدي أيضا إلى جريان الأودية والشعاب، وربما أحيانا تشكل أسيول، وبالتالي يدعى دائما لعدم المجازفة في عبور الأودية في ظل هكذا أجواء بمشيئة الله تعالى. يوم الاثنين يتوقع بمشيئة الله تعالى أن يمتد هذا الحزام المطري ليصبح على مشارف مدينة مكة المكرمة، ويمتد على طول الواجهة الجنوبية الغربية للمملكة بذات الصفات، أمطارا رعدية غزيرة في بعض النطاقات الجغرافية الضيقة، حين تكون غزيرة جدا، تساقط زخات البرد، نشاط في سرعة الرياح، جريان للأودية، وربما تشكل للسيول، وتكون عادة في ساعات ما بعد الظهر والمساء. هذا بالنسبة ليوم الاثنين، وتستمر هذه الأمطار الرعدية بالزحف نحو الشمال. هذه خريطة يوم الثلاثاء، فتبدأ الأمطار من المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية الغربية، مرتفعات جازان وعسير، مرورا بمرتفعات أبها والباحة، ثم تصل إلى مرتفعات الطائف وربما مكة المكرمة أيضا، وتصل الشمال حتى تصبح على مشارف المدينة المنورة. تكون إذن يوم الاثنين على مشارف مكة المكرمة، تتسع نحو المدينة المنورة ربما على مشارفها يوم الثلاثاء. طبعا نتحدث عن المرتفعات الجبلية المحيطة بالمدينة المنورة بمشيئة الله تعالى، ونتوقع استمرار اتساع هذا الحزام المطري إلى الشمال. بالعودة للأحوال الجوية في العاصمة الرياض التي تشهد أشواء طبعا مستقرة بشكل عام، درجة حرارة هذه الليلة 33 درجة مئوية، ظهور لبعض السحب والغيوم المتفرقة بشكل عام، والطقس طبعا حار بشكل عام. خلال الثلاثة أيام القادمة لا تغييرات جذرية على درجة حرارة في العاصمة الرياض، تكون في منتصف الأربعينيات أجواء حارة إلى شديد الحرارة، في ساعات النهار ظهور لبعض السحب والغيوم غير المؤثرة، وفي ساعات الليل ما بين 32 إلى 33 درجة مئوية. نتعرف الآن على درجات الحرارة العظمى متوقعة يوم الأحد والصغرى ليلة الأحد على الاثنين، والأحوال الجوية متوقعة في مدن ومحافظات المملكة. نبدأها شمال من تبوك من 39 إلى 28، 42 إلى 30 في سكاكة، 43 إلى 30 في عرار. المناطق الغربية تكون في جدة من 35 إلى 32، بعض الرياح النشطة في المدينة المنورة 40 إلى 29، 38 إلى 32 في مكة المكرمة، والطقس يكون إجمالا مغبر في تلك المناطق. في الطائف من 29 إلى 23 هناك فرصة لبعض الأمطار الرعدية في المناطق الجنوبية من مدينة الطائف. زخات رعدية من أمطار متوقعة في مرتفعات أبها والباحة، 24-18 في الباحة، 27-18 في أبها، حتى ذلك يطال جازان من 36-29 درجة مئوية، وهناك أمطار رعدية متوقعة بمشيئة الله تعالى. في الإحساء أجواء لاهبة 48-33 درجة مئوية، في الدمام 44-32 مع طقس حار، 46-32 في حفر الباطن. المناطق الوسطى من المملكة تكون في الرياض 44-32 درجة مئوية، 43-29 في بريدة، و 39-26 في مدينة حائل. إذن هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء.